أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة، كان الصمت سيد الموقف احتجاجا على قتل المسعفة المتطوعة رزان النجار ابنة 21 عاما، في وقفة احتجاجية نظمها القطاع الصحي بمشاركة زملاء ورفاق رزان في مهنتها الإنسانية. إذا إحنا أطباء وممرضين وناس متطوعين في المجال الصحي ما عندناش حماية، إذا المعطف الأبيض الكوت الأبيض الطبي ملوش حماية، إيش يكون إلا حماية؟ إحنا ناس سلميين. لم تكن حادثة قتل رزان برصاصة قناصة إسرائيلية استثناء، فقد سبقها اعتداءات عدة على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، ولكن ذلك كما يبدو من المشاركين هنا أنه لم يثنيهم عن مواصلة ضرب رزان في إنقاذ ومعالجة جرحى مسيرات العودة. الاحتلال يسجل اليوم نقطة جديدة في سجلاته الدامية والسوداء، ويضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، لا سيما ما جاء في المادة 20 و 21 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أهمية حماية العاملين في الحقل الصحي. حقوقيون أكدوا على أن المنظومة الدولية أمام اختبار صعب بعد اغتيال المسعفة رزان، خاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد في استهداف الطواقم الطبية والصحفية ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية. ما حدث يؤكد ما قلناه سابقا بأن هناك عملية منظمة لإيقاع الأذى في صفوف المدنيين وبمختلف مكوناتهم، صحفيين ومسعفين وإغاثيين. لم يقتل أو يصب أي من الجنود الإسرائيليين، لم يشكل أي ممن خرجوا وشاركوا في المسيرات السلمية أي تهديد على حياة أي منهم. فتاة ومسعفة برداء أبيض قتلت في ميدان للتظاهر السلمي، جميعهما لم يشفع لها عند جيش الاحتلال الإسرائيلي. لعل رزان لن تكون الأخيرة في مسلسل الاستهداف الذي انتهجته إسرائيل بحق كل ما هو فلسطيني، فلا الإشارات الدولية ولا القوانين الإنسانية باتت قادرة على حماية الفلسطينيين في مسيرات العودة. سيف السويطي، أورينت نيوز، غزة.